ببساطة احنا النهاردة هناكل حشرات. مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت عندكم ايه. احنا النهاردة هنوريكم تجربة جديدة شوية. ممكن تكون التجربة دي يعني هي جديدة بالنسبة لكم بس هي مش جديدة بالنسبة لنا. بكل بساطة احنا النهاردة هناكل حشرات. ممكن تكونوا شايفين موضوع غريب شوية لكن هو على فكرة الموضوع مجرد يعني ثقافة بس مش اكتر. الحشرات فيها نفس البروتين اللي موجود في الحيوانات ولكن احنا عشان نعمل حشرات يعني بنستخدم موارد زي المية والاكل وكده اقل بكتير من عشان نعمل لحم مثلا سواء من الفراخ او من الاسماك او من المواشي وهكذا. فعشان كده الحشرات في ناس كتير بتقول ان هي البروتين بتاع المستقبل لما عدد الناس يكتر ويعني الموارد تقل او عامة حتى الوقت في ناس ما عندهاش يعني اكسس للبروتين في دول كتير يعني في عندهم مشكلة في نقص البروتين فالحشرات ممكن عامة تحل الموضوع ده. احنا النهاردة جبنا حشرات من مكان اسمه دونكي هوتيرو ده موجود في طوكيو في اليابان في كل حتة وفي يعني انواع كتيرة من الحشرات زي العقارب والعناكب والديدان وحاجات كتير يعني انواع كتير زي ما انتم شايفين كده والانواع دي كلها صالحة للاكل. فخليني كده اوريكم احنا النهاردة جبنا ترنشلا ده نوع من انواع العناكب وعقرب عقرب ده عقرب اصفر عادي يعني نوع متعرف عليه وده عقرب اسود. فزي ما انتوا شايفين دلوقتي هي ده الترنشلا او الزبرا ترنشلا ده عبارة عن عنكبوت مكتوب يقولك هو انسكت فود ويل سيف ذا فيوتشر. نفس الكلام ده العقرب وده العقرب الاسود. وعلى فكره الحاجات دي انا جايبها عشان اقولها لكم بس هي غاليه يعني دفع 8000 ين ياباني في الكلام ده. طيب خلينا بقى نفتح كده الحاجات دي وناكل يلا نوريكم ونقول برضو راينا في الموضوع نحاول نوصف التجربه. طيب خلينا بقى نفتح اول حاجه معانا الترنشلا والعنكبوت السبايدر الكبير ده تمام يلا بينا. منظره يعني مش انا كنت متوقع حاجه اجمل من كده شويه بس قشطه يعني انا عامه يعني نوعا ما مش اول مره ف بس هو الموضوع صعب برضه التعود عليه رغم انه مش اول مره بس قشطه. تاني حاجه العقرب نطلع العقرب تمام. منظره يعني انا اول مره اكل عقرب بصراحه بس تمام مش عايز اكسره شكله مش اوكي. العقرب التاني بقى هو جاي متكسر اصلا انا مش عارف او دول ممكن عربين دول عربين اوكي انا يعني كنت متوقع حاجه اكبر من كده هندفع فلوس كتير في الحاجات دي يا جماعه يا ريت تعملوا النبي الفيديو شير ولا حاجه. طب يا جماعه انا عايز اوريكم بس ده العقرب اهو تمام ده العقرب المفروض ان انا هاكل العقرب ده دلوقتي بقى وربنا يستر يعني انا بصراحه مش هقلق يعني مش هكدب عليكم انا مقلق شويه وخايف يعني اول مره اكل عقرب اول مره اكل عقرب وشايفين منظره قد ايه مخيف شويتين ثلاثه يعني اوكي يلا بينا. طيب اول حاجه ابدا بيها تمام هي العقرب الصغير خلينا نجرب كده
طيب مبدئيا التجربه كالاتي، ده طعمه عامل زي اللب، ولكن في حتت في جسمي ما بتلمس بقك من جوه، بحس انها بتشوك، لكن طعمه عامل ايه؟ ده طعمه زي اللب، بس هو لب غالي شويه، دافع فيه كتير يعني، فاهم؟ جربوه. عامة ده حاجة معمولة فور فن، بس الطبيعي ان بيتبرخص من كده في حتة تانية كتير، بالذات محلات الأكل الصيني. ده العربي التاني، هو لب. تمام، لب لب سوري مثلا. طيب بعد كده حاجة صعبة شوية، العنكبوت الترنشلا، ريحته زي ورق الشجر. تمام، في رجلين كتير كده وعليها شعر، الموضوع مش عاطفي خالص. راسه طيب يا جماعة، هو الترنشلا دي او العنكبوت هو طعمه عامل ايه بالظبط؟ زي انت لو خدت شوية ورق شجر كده وكلتهم، هو مش مقرف، هو طعمه عامل زي ورق الشجر بكل بساطة. ماشي، نخش بعد كده بقى على الوحش. العقرب الاسود، يعني ده كبير قوي، ان انا مش عارف هل هاكله مرة واحدة؟ ما اعتقدش. خليني اقول كده، اخد ايد. ناشف قوي، ناشف قوي، يعني حاسس ان انا باكل خروب، حاسس ان طعمه قريب شويه من خروب، مش عارف انا يعني عشان بتخيل ان هو خروب مثلا، بس يعني مش عارف اكله مره واحده. خليني دلوقتي اشوف الديل طعمه عامل ايه. الديل حلو، طري كده و مدي على مكسرات شوية، مكسرات طرية. معقول، وعلى فكرة العرب أحلى واحد فيهم، معانا بس الحتة دي اللي صعبة شوية، إن أنت تكونها ناشفة أوي عاملة زي الخروف كده. بس قشطة، يعني احنا خلصنا طبق الحشرات بتاعنا. تجربة لطيفة، تجربة لطيفة عامة، لازم تجرب الحشرات مرة، زي ما قلنا ده أكل المستقبل. بس ده فيديو على السريع كده، وياريت بقى ما تنسوش تعملوا كالعادة لايك وشير وسبسكرايب، حتى عشان الفلوس اللي دفعناها في الحاجات دي كتير يعني. نشوفكوا فيديو جديد، سلام.